بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. نبقاو دائما مع افكار صغيرة لمشاريع مربحة وكبيرة. فيديو اليوم غادي نخدم معكم اغلفة او نابخون نتاع رفوف تاع الثلاجة يخرجوا شابين بالبزاف باسهل وابسط طريقة وباقل تكلفة. تقدروا ديروهم ليكم ولا ديروهم كمشروع مربح وتستفادوا منه. نحتاج هذا الجلد او هاد البلاستيك ولا هاد النيلون. يتباع هذا الشفاف كما راكم تشوفوا، يتباع في المحلات اللي يبيعوا لوازم الاواني المنزليه. ونحتاج هاد لاكيبير، كانت متوفره عندي. الا بغيتوا ديروا مشروع مربح فمن الاحسن تشريوا بالباطه. تقدروا ديروا في بلاصه هاد الدونتال، انا ما راهش متوفر عندي بزاف ما تبقاليش. ديروا هاد الدونتال ولا ديروا لاكيبير، اي لاكيبير تكون يعني توالم الجلد. ونحتاج اكيد المقص المسنن. وقبل ما نبدا ما تنساوش تشتركوا، كذلك تفعلوا جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ودعموني بلايك وتعليق جميل هكذا باش نتشجع ونحاول نقدم لكم المزيد والافضل بحول الله في الايام القادمه. اذا الرفوف تاع الثلاجه يعني الطريقه تاعهم ولا اسهل. بمناسبه اقتراب شهر رمضان الفضيل فنوجدوهم نديروهم لينا ولا نديروهم كمشروع مربح. اذا كما راكم تشوفوا هنايا القطعه تاع الجلد يعني ما شاء الله تخرج لكم 1 2 3 4 5 6 7 تخرج لكم 8، يعني تشريوه ب 20 ميل ولا 15 ميل يخرج لكم 8، يعني ما شاء الله. اذا غادي ندير المقاسات ونرجع لكم. اذا بعد ما قصيت تحصلت على اربع قطع، وتبقى لي الجلد. انا درت فيهم 30 سنتيم على 60 سنتيم، لكن الا درتو فيهم 30 سنتيم على 50 سنتيم فغادي يخرج لكم 8 نتاع القطع. انايا هاد المقاس الجلد اللي كان عندي خرج لي 6 قطع، لانه يعني في جايين شويه طوال. واكيد كل وحده دير المقاسات تاع الثلاجه تاعها، يعني تاخذوا هذاك الرف تاع الثلاجه تدي واحد المترة وتقيسوا العرض وتقيسوا الطول وتحطوا المقاسات في الجلد وفوت عليهم بالمقص المسنن. نجيو للخياطة، كذلك الطريقة تاع الخياطة ولا أسهل. هي كيما قلت لكم الأخوات اللي بغاو يديروا هذا الدونتال بهذا الشكل. نجي من هنايا، يعني أنا هنا مانيش قاصة بالمقص المسنن، نخيطو على الوجه نتاع الجلد ونحطو الدونتال بهذا الطريقة. نخليو حوالي نصف سنتيم، نحطوه فوق الجلد بهذه الطريقة، كذلك الوجه تاع الدونتال إلى الأعلى ونخيط. نخلي نصف سنتيم ونخيط من الجانب إلى الجانب بنفس الطريقة. نكمل باقي النبات، لكن أنا غادي نستخدم هذا، يعني الحاجة اللي تكون متوفرة عندكم كذلك على حسب الرغبة. إذا كذلك نحطه بهاد الطريقة، نروح لماكينة الخياطة ونخيط جهة واحدة فقط. هنا نخلي حوالي نصف سنتيم ولا سنتيم ونخيط بهاد الطريقة. وهاد الجلد كان عندي متوفر يعني مترة، فيعني مترة تخرج لكم شحال من ناب أو من مفرش. وهذا هو شكلهم النهائي، خرجوا ولا أروع في دقائق معدودة. خيطتهم هذا خدمتهم لأمي العزيزة، نتمنى يعجبوها ونتمنى حتى نتوما يعجبوكم. خرجوا شابين بالبزاف، حاجة راقية سهلة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم فكرة اليوم، وما تنسونيش بالاشتراك كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ولايك وبارطاج الفيديو الى اقصى الحدود هكذا باش نحاول نقدم لكم المزيد والافضل بحول الله. والسلام.